السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا جميعا للكابتن فريرة ونقول له هتوحشنا. ويعني احنا اسفين لو انت ماشي من مصر زعلان. كابتن فريرة مدرب الزمالك اللي راح بلدهم مطفش مرجعش تاني، وبعد جواب قال ان هو مش جاي. احنا بنقول له شكرا، فرحتنا، بسطنا، خدنا بطولات، كنت راجل مالي مكانك. زعلين انك انت ماشي، ونتمنى لك التوفيق، وبقى لك ذكرى مهمة جدا في حياتنا، فبنشكرك. مش قادرين نقول لك حاجة طبعا يعني، ونتمنى انه ربنا يوفق الزمالك، فريق اللي بنحبه، فانه يعني ان شاء الله يفضل في الدوري السنة دي بإذن الله، ما يهبطش يعني. كان عندي سؤال، هو سؤال مش اتهام، عشان بس الناس ما تفهمش ان هو اتهام او حقيقة واقعة بقولها يعني. لا، سؤال. لاحظت فترة كده على مستويين، على اولا على مستوى الحياة حواليا، انه اللي بيطلب الطلاق دايما الست، اللي عايزة تخلص الموضوع وتقفل البيت وتمشي ست دايما. اغلب الـ يعني الحالات اللي حوالين الواحد اللي مؤسس الفكره وبيجري عليها وعايزها تتنفذ غالبا بيكون ست. مش غالبا، هم الحالات كلها كانت ستات هي اللي طالبه كده يعني، وبعد صراعات وبعد محاولات من الرجاله بتستسلم يعني طبعا. فده على مستوى الحال الواقع. كمان على مستوى فيسبوك، على مستوى الفيسبوك، طول الوقت شايف بوستات كتير في سكة ايه، في سكة التشجيع على ده، انه الحياة قصيرة، خدي ولادك وامشي، لو مش بيحبك عايشة ليه، ما تخلي الولاد يطلعوا في بيت من غير اب احسن يطلعوا من بيت فيه علاقة عاطفية فاشلة، الحياة قصيرة خلينا نستمتع بيها، الحب هو كل حاجة. بوستات طول الوقت كاتباها ستات وبتشجع وبتزق في سكة انه خد العيال واجري، اقفل البيت، اقفل العلاقة دي يعني كده. فانا كتبت سؤال يعني، سألت صحابي، عملت كده زي استبيان على فيسبوك، يا جماعة عندي سؤال، وهو سؤال كمان مش اتهام، هو ده اللي بيحصل للستات، هي اللي بتستسهل فكرة هد البيت، للستات هي اللي بتستسهل موضوع انه يلا نخلص الموضوع ده، ايه الغلط الموجود؟ وهل ملاحظة دي اللي انا شايفها صحيحة اصلا، ولا انا قاري غلط، ولا هل وراها كواليس انا مش فاهمها؟ والصراحة كان حوار مثمر جدا وممتع جدا، اشترك فيه عشرات الصديقات والاصدقاء على الفيسبوك، وكلهم كان عندهم وجهات نظر حلوة، جمعتها كلها، او جمعت الحاجات المفيدة المنورة فيها المظبوطة اللي ما فيهاش انفعالات او عواطف او مشاعر، لا فيها محاولة للتفكير، جمعتها. والنهاردة هنقعد نطرح الأفكار دي والتحليلات دي، ونحاول نوصل لإجابة حوالين الفكرة اللي نحن بنقولها، ليه المرأة أو ليه الست عندنا بقت هي اللي بتستسهل الحل ده، وبقت هي اللي أشجع عليه من الرجل. تعالوا نسمع حاجة ونركز شوية، دي حلقة النهاردة للدردشة والكلام يعني، وبعد كده نرجع نشوف الحاجات فيها ايه. طيب، قلنا في اول الحلقه السؤال اللي احنا كنا طرحناه وبنأكد طول الوقت ان هو سؤال مش اتهام، هو سألنا قلنا ليه الموضه دلوقتي انه الستات بتستسهل طلب الطلاق وقفل ملف الاسره دي، وليه في دعوات منتشره بكثافه على فيسبوك بتطول الوقت بتشجع على ده، يعني بتشجع بمنطق انه الحياة هتكون أجمل وإنه مرحلة لازم تخلص، فليه ده موجود وليه ده منتشر وليه ده شائع؟ فقلنا إن جات لنا أفكار كتير، ناس كتير، صديقات وأصدقاء قالوا وجهات نظر وتحليلات أو تعليقات على الملاحظة دي، هنتكلم فيها وهقول وجهات النظر، وحضرتك وإنت بتسمع كده تقدر تميز إذا كانت وجهة النظر دي بتاعت راجل ولا بتاعت ست. يعني مثلا في وجهة نظر بتقول انه تفسير حالة الاستسهال دي انه علشان لو راجل مراته مش مهتمة بيه هيروح يشوف واحدة تانية تهتم بيه، لكن الست لجوزها مهتمش بيه مش هتخونه، هتفضل تدبل لحد ما تطق وتروح متربعها
على دماغه. دي وجهة نظر بتتكلم عن فكرة انه الست بقت هي اللي بتطلب ده كتير وبقت هي اللي بتعمل كده كتير، لانه الراجل لو عنده مشكلة في البيت هيصرف نفسه، هيشوف واحدة تانية، هيعرف واحدة تانية، هيدخل في علاقة، لكن الست ما بيبقاش عندها اختيار غير ان هي تطلب الطلاق. طبعا هو ده ما ينفيش ان ده موجود، لكن ما ينفعش يتبني التفكير على المنطق ده، يتبني التفكير على منطق ان الراجل عنده كل او كل الرجال عندها اوبشن ان هي تعرف واحدة تانية من وراء مراتها، لان ده طبعا غير ان هو منطق غلط بيضرب الدفاع كله من الاساس، كمان هو مش قاعدة، وطالما ان هو مش قاعدة ما ينفعش الواحد يبني عليها فكرة انه الست ما عندهاش اوبشن فتطلب الطلاق لكن الراجل بيمشي نفسه. لا، في رجالة ما بتمشيش نفسها، في رجالة ما عندهاش فكرة الواحدة التانية او علاقة في السر، في رجالة ما تقدرش تعمل كده، مش شطرة ومش مهتمة، وفي رجالة ما تحبش تعمل كده، وفي رجالة مش موضوعها مش طبعها ان هي تبقى يعني عاملة كده او تمثل هنا مثلا علشان تمشي الامور وتخش في علاقة تانية. فالفكرة نفسها انا اعتقد انه الخلل في التحليل ده ان دي مش قاعدة. وجات ردود رد يعني جات تعليقات على الكومنت ده من ناس كتير، يعني في اللي قال انه مش سهل ابدا ان الواحد يستسهل ويعرف واحدة تانية، دي حاجة مش سهلة، يعني في رجالة كتير دخلت علقت على وجهة النظر دي انه ده يعني تحليل مش واقعي او فكرة مش واقعية، وانه يعني محاولة للهروب من البحث عن اجابة ادق شوية. الفكرة بتاعت ان الست تطلب الطلاق عشان ما عندهاش اوبشن بس الراجل عنده اوبشن اتبنى عليها افكار كتير، يعني في برضو حد كتب انه الراجل مش بيبقى عايز يهد البيت علشان الراجل بيحب يمسك العصاية من النص، يعني من جهة يتصرمح برة ويلعب براحته، ومن جهة تانية عنده بيت فيه استقرار، فوقت ما يحب يلعب دور الزوج والأب يلعب، وقت ما يحب يلعب دور العازب الصايع اللي بيسهر برة يلعب، فهيهد البيت ليه؟ بالعكس هو هيحافظ على البيت علشان عنده اوبشنين، اوبشن العازب بيلعبه ورا البيت، اوبشن الأب والزوج والتركيبة الاجتماعية، فده بيخلي الراجل مش ملهوف على الطلاق زي الست. في وجهة نظر تانية بتقول انه سبب مهم في اقدام او فكرة انه الستات بتهال مقدمة اكتر على طلب الطلاق اكتر من الرجالة، في ناس فكرت في انه الاهل او العيلة سبب رئيسي في الموضوع. وصديقي اللي قال لي كده عقد مقارنة ما بين فترة قديمة كان البيوت كلها بتربي بنتها على ان هي اللي تقدر تتفنن في السيطرة على البيت وعلى الرجل وإدارته كما يحلو لها، وان البيت ده مملكتها وبتربيها وبتغذي فيها الفكرة دي وبتعلمها ازاي تكون حازمة امتى وازاي تكون بتساير الريح، يعني امتى تمشي البيت على سيستم جوزك على متعوديه، وامتى تتعامل معه بمنطق ان هو لو كان هو بحر خليك انت سد، يعني لو انفجر وهيغرق لنا الشقة خليك انت سد. فبيوت فعلا اغلب البيوت كانت بتربي البنات والستات على الافكار دي، فعلشان كده كان الجيل اللي قبلنا على طول او الجيل اللي قبله كمان شوية من اول جيل امهاتنا لحد الجيل اللي قبلنا كان متماسك اكتر، حالات الطلاق اكتر، وكانت السيطرة للستات اكتر، وشفنا قصص يعني اللي فيها الام ملكة ومسيطرة على البيت وبتدير على البيت وصحية لكل حاجة، هي اول واحدة بتصحى وهي اخر واحدة بتنام وشايفة كل حاجة بتحصل، لان هو كان موروث ده ان بيتك مملكتك خلاص انت في المكان ده ازاي تدري. فده ما بقاش مطروح في الجيل الجديد، يعني اتغير، الاهل اللي كانت بتربي على المنطق ده ما بقتش بتتعامل مع المنطق ده دلوقتي، بالعكس بقت بتزرع، يعني في بيوت كتير بتزرع في وجدان البنت انه بيتنا مفتوح لك طول الوقت، انه ولا يهمك، انه تعالي في اي وقت، انه لو زعلك كشميله، انه ارجعي، انه تعالي. في بيوت بتشجع البنت ان هي يعني تهد البيت وتجري، وده واقع مش تألفنا، يعني البص حواليها هيلاقي انه تدخل في حالات تدخل الاهالي وزنهم على
البنات لأسباب يمكن أقل من يعني أسباب ما تستدعيش التضخيم يعني، لا هم بيضخموها وبيعتبروا ان ده حمايه للبنت وبنتهم، ووقفوا جنبهم، فبيعتبروا وقوفهم جنب البنت يعني ان هم يستدرجوها للملاعب دي. دي كانت وجهه نظر. في كمان وجهه نظر تانية انه في موضه، يعني في موضه حصلت، يعني واحده متجوزه جوازتها ماشيه نص نص وماشيه نص نص، لان هي ما فيش تركيز في ان الجوازه تنجح، في المقابل ان في صديقه تانية قدرت ان هي تنهي حياتها وتخش تعتمد على نفسها، فنجحت جدا وبقت شخصيه منوره جدا وبقت شخصيه ناجحه وبقت معتمده على نفسها، فبقى في نموذج مغري بانه والله لا ده الطلاق حلو. من عندي واحده صاحبتي اتطلقت وحياتها جميله وناجحه وحياتها منوره وناجحه في شغلها ومحبوبه ومحترمه والناس كلها بتحبها. طب ما هو ده الطلاق حلو. ففكره الموضه برضو مخليه في حاله سحبت ورا التانيه، هتلاقي حتى الحاجات سحبت شبه بعض كده يعني مقربين من بعض. في ناس عندها وجهه نظر انه الراجل ما بيطلبش الطلاق، الراجل يعني بيشوف حياته، يعني الراجل مش مستني ان هو يقول انا هطلق، لا الراجل بيلاقي له مخارج وبيلاقي له افكار يعملها وفي نفس الوقت بيكون بيهد البيت وبيأذيه من غير ما واخد باله، يعني هو خلاص بقى هيخلي البيت في خلفية حياته ويعيش هو حياته من غير مشاكل. فده دي طريقة من طرق الهد، لكنها مش هد رسمي. يعني في وجهة نظر بتقول، بتأكد برضو قلناها من شوية، وجهة نظر بعتت لي بتقول ان الستات بقت قوية اكتر وبقت قادرة انها تدير حياتها لوحدها افضل، وانه في حالات طلاق ناجحه، وفكره ان في طلاق ناجح دي فكره مغريه، ان في طلاق ناجح وفي طلاق فاشل. في طلاق ناجح اللي بيكون في مصلحه الولاد وفي مصلحه الطرفين وبيبقى في قدر من الذكاء، وفي طلاق فاشل اللي هو بيبقى مبني عليه مشاكل ومحاكم وقرف وبهدله لكل الناس. ففكره كمان ان في طلاق ناجح ومع ست بقت تقدر تسيطر على حياتها وتقدر تدير حياتها بشكلها لوحدها بشكل افضل، ده كمان بيخلي الست ممكن تهرب من الجوازة الفاشلة، بتعتبر انه ان هي تخلق حياة جديدة في المنطقة دي ده افضل من جوازة فاشلة. كمان صديقة لفتت نظر لفكرة الطبقات الشعبية، ان الطبقات الشعبية جزء كبير منها الست هي اللي بتشتغل وبتصرف على الراجل، يعني الراجل قاعد ما بيعملش حاجة او بيبلطج او بيقلب عيشه بنص همة او بنص اهتمام، والست هي فعلا اللي بتشتغل وهي اللي بتشقى وهي ممكن تروح اخر الدنيا علشان تشتغل في مصنع ولا تشتغل في مزرعة ولا تشتغل في بيت علشان تشيل بيوتها. فده ادى كمان الست في المنطقة الشعبية القوة ومنحها القوة ومنحها القدرة على ان هي تقدر تعيش حياتها بشكل افضل من الاتب اللي طالع لها الراجل عايش معها ده اللي هو بقى عالى عليها. فبالتالي انا طب عايشه ليه مع راجل ممكن بياخد فلوسي او بيضربني او بيهزقني او معاكن عليا او بيرجع لي بيت مسطول. فكمان الموضوع مش في مستوى الفيسبوك كمان، لا ده لفتت نظري صديقه لفكره انه الطبقات الشعبيه كمان بقى فيها اللهفه دي على انهاء البيوت اللي الرجاله موجوده فيها على الست. طبعا في حلول، في تعليقات بتتكلم في منطق ابعد شويه من الراجل والست، يعني في تعليق بيتكلم في فكره انه جوه البيوت احيانا تتراكم المشاكل، مشكله صغيره ورا مشكله صغيره ورا مشكله صغيره، بتطنش مشكله صغيره، بتهملها، بتقول مش مهم، فبتفضل تتراكم المشاكل بدون وجود حلول قاطعه، يعني مفيش حل قاطع او اجابه نهائيه عن المشاكل اللي عماله تتراكم. صغيرة مشكلة هنا، تفصيلة هنا، في طريقة حياة، في نظام، في طريقة كلام، في اهتمام، في أي حاجة، حاجات صغيرة 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 تتراكم ومحدش بيحس بأهميتها لحد ما فجأة بتبقى كتلة كبيرة تقف في الزور. والتعليق ده بيتكلم بشكل برضو بعيد عن الراجل والست، انه تراكم المشاكل ده هو الموضوع، بلس انه بكره كلمة بكره اللي بيبقى بتكلم عربي مهتم وفجأة يروح ضارب كلمة انجليزي، ده محبوش بصراحة، بالذات لو هو مكنش بيتكلم انجليزي اصلا، يعني مش موضوع. فبلس وانكيس والحاجات دي انا ما بحبهاش. فده غير بيتكلم عن تراكم المشاكل، وكمان انه حالة الخلق الضيق بقت موضة، يعني سواء عند الراجل او عند الست، بيأكد انه ده الشائع،
قلة الصبر وضيق الأفق وعدم القدرة على استيعاب المشاكل أو التركيز مع المشاكل والخنقة دي، الخلق الضيق بقت موضة، بقى فعلا من النادر تلاقي انه في طرفين مستوعبين أهمية ده، أهمية الصبر الهدوء. لو في طرف تاني لو في الطرف التاني رايح منه، التاني يمتص الحالة علشان لما الوضع يتقلب يبقى التاني عارف اللعبة فيلعبها صح، فيبقى التاني متنرفز فالتاني يهدى خالص برضو ويمتص الحالة. يعني الحالة دي ان الناس صحية للعيشة وصحية للحياة وصحية للسيطرة عليها، ده اعتقد ان هو ممكن يكون مفيد. ده تعقيم التعليقات اللي عجبتني برضو. هو بس انا عندي حاجة برضو تعليق على فكرة انه البحث عن حلول قاطعة. يعني في حاجات في الجواز انا ما اعتقدش ان ليها حلول قاطعة، يعني في حاجات في الشخصية في التركيبة، انت اتجوزت واحد عنده 30 سنة او انت اتجوزت واحدة عندها 25 سنة، عدى وقت كتير على تفصيلة معينة في حياتها او في حياته بتكبر مع الوقت، فتغييرها يعني صعب، رغم انه ممكن يكون مقتنعين بأهمية التغيير. يعني تقول يعني انت تقول لجوزك انه في العيب الفلاني ده مبوظ الحياة ومش مش مريحني ومش عاجبني، فيكون مؤمن تماما انه هو خلاص ده مش هيحصل تاني، لكن لانه العيب ده جوه على الشريحة اللي في شخصيته ما بيتغيرش. تحصل اتفاقات يعني في حاجات معينة، تحصل اتفاقات انه ما تعملش وما تعملش وما تعملش، او لما تيجي تعمل كذا او كذا او كذا، او انت اصلي المشكلة في الكسل، المشكلة في العصبية، ما تعليش صوتك، ما تعملش كذا، فبتبقى طلبات الاستجابة ليها وقتها طبعا مش هيحصل كده تاني، لكن لانها في الشخصية خلاص ما يعني بتفضل قاعدة. فدي حاجات ملهاش حلول قاطعة. احنا في حلول قاطعة تنفع نعملها بعيد عن الشخصية، تنفع نعملها في مصروف البيت، في المواعيد، في مين هيودي الولاد الدرس، في مين اللي هيعمل الواجب الاجتماعي، في اي حاجة تتعمل، لكن في الشخصية دي ملهاش حلول قطع، ملهاش، خلصت خلاص. في حاجة تركبت على الشخصية محتاجة معجزة، او محتاجة ان الواحد يكون بيحب قوي، فلما بيكون بيحب قوي فعلا ها يعني يعمل باتر للحاجة اللي مضايقة شريكه دي. في تعليق تاني بيقول انه على فكرة مش صح تماما الاستنتاجك، يعني لان الست بتفكر مليون مرة قبل ما تاخد قرار الطلاق، بتفضل تتحمل لحد اخر نفس، وبتحاول وتجرب وتغير من نفسها، وبتاخد القرار بعد عذاب مع نفسها ومع كل اللي حواليها، واكتر حاجة بتبقى حائل بينها وبين سهولة القرار هي نظرة المجتمع للمطلقات. طبعا نظرة المجتمع دي اصلا عايزة علاج، يعني نظرة المجتمع دي مش المطلقات بس، نظرة المجتمع دي للمطلقات وللصعيدة وللزملكوية ولل مش لاقي شغل واللي بيدخن، يعني فاهم، نظرة المجتمع دي اصلا عايزة الحرق، نظرة المجتمع دي معطلة ناس كتير. يعني تفتكرش ان نظرة المجتمع المطلقات دي هي الاصل، لا، ده المجتمع عنده مشاكل في النظر، لازم يروح المغربي، نظرته لكل حاجات كتيرة جدا عايزة تتعدل. ف وما يعني لو انا بقى بقول، يعني انا من هنا بقى بقول انه لو نظرة المجتمع للمطلقات هي اللي حيشاكي عن انهاء حاله من الجحيم، فلا ما ينفعش، يعني لانه في النهايه المجتمع يعني مش هيفضل قاعد لك يعني، لكن في حاجات خلاص، يعني في حاجات وصلت فيها زي ما الرساله بتقول الحمل لحد اخر نفس، وتحاول تجرب تغير نفسها وتعمل وتسمع الكلام، كل التفاصيل دي ومش جايبه نتيجه. طب وانا نظره المجتمع للمطلقات احسن، ولا ان انا اعيش مع زوج مدمن مثلا احسن، انهي فيهم احسن؟ او انا نظرة المجتمع المطلقات احسن، ولا اعيش مع زوج بيضربني احسن؟ لا طبعا، في لحظات نظرة المجتمع المطلقات مش ما تبقاش تبقى هي المعيار اللي بالواحد بيقيس عليه قراره. انت عايزنا نطلع؟ طيب هقول حاجة كمان، تعليق كمان، في تعليق كمان عجبني برضو، بيقول انه مع بداية الألفية الجديدة الستات في العالم نجحوا في انهم يحققوا انجازات كتير في موضوعات كتيرة كانوا الرجالة بيقولوا ان الستات ما يصلحوش ليها. يعني مع بداية الألفية اللي جاية، التأكيد على الكلام اللي قلناه انه في، شوف في كام رئيسة جمهورية حاليا منتخبة، شوف كام مليونيرة، شوف كام سيدة اعمال،
كام وزيرة، كام واحدة ناجحة في الميديا، في الصحافة، في الشركات الضخمة، في الشركات العالمية كمان بيشتغلوا 18 ساعة. ففكرة انه الستات نجحوا وخدوا مساحة اكبر ما كانتش موجودة، ده التعليق اللي بيقول يعني، ده بيخلي الستات، وده عموما في العالم كله مش في مصر بس، الستات بيبدأوا في محاولة إعادة ترتيب شكل علاقتهم بالرجالة اجتماعيا وعاطفيا. يعني فكرة ان الست نجحت ان هي تتجاوز حدود الانكسار وظل راجل وظل حيطة وتنجح وتتقدم ويبقى لها وجود حقيقي ومؤثر، ده بتلقائيا اترجم في انه الستات بقت اللي عندها محاولات لإعادة ترتيب شكل علاقتهم بالرجالة. فطبيعي ان هم يبتدوا يكسروا في تابوهات، تابوهات اللي هي محرمات الكلام فيها زي الطلاق، ان خلاص يعني في بقى قدر من الجرأة ومن الشجاعة. فبنبتدي احنا بقى نكسر بقى، هي العلاقة دي قبل كده ما كانتش متوازنة، فدلوقتي الوضع اتغير. دلوقتي الوضع اتغير، عندنا تلفزيون وفيديو وما عندناش الفيلم. ففكرة انه الوضع اتغير ده خلى فيه اصوات كتير بتحاول ان هي تكسر في التابوهات دي وتحاول تناقشها من اول وجديد. اثناء النقاش بيتم تبادل الخبرات السابقة، اثناء النقاش ده بتكتب البوستات اللي بقول عليها، بتتقدم التجارب اللي قلنا عليها، بتشجع على الطلاق بشكل اكبر. لكن التعليق ده في نهايته بيقول انه ما نقدرش نعتبر ان ده مؤشر يتقاس عليه قاعدة انه الستات هم اللي بيهدوا بيوتهم اسرع او هم اللي بيستسهلوا الحل ده. يعني التحليل ده ما ينفعش مؤشر عشان نوصل منه النتيجة دي، لكن هو مؤشر انه الفكرة تحت الدراسة. لسه بنستعرض، انا بس عايز حابب اكد على حاجة، ان اللي جه سمعني في النص بس اوضح له ان اللي انا بقوله ده هي وجهات نظر وتعليقات صديقات واصدقاء على السؤال اللي طرحته على فيسبوك من يومين، انه انا شايف او حاسس كده انه في دعوات منتشرة للطلاق، او دعوات الطلاق عموما المستسهلينها اكتر الستات. فسألت السؤال ده، يا جماعة هو ده بيحصل فعلا ما بيحصلش؟ ولو بيحصل هو بيحصل ليه؟ فبعت لي تعليقات كتير. انا من اول حلقة عمال اعرض وجهات النظر دي اللي هي مليانة افكار حلوة في صالح الست او في صالح الراجل، مش ده اللي شغلني. اللي شغلني ان كلها افكار فيها قدر من المنطق والعقلانية والتفكير. اتمنى واحنا بنقرأ في التعليقات دي واحنا بنقرأ في وجهات النظر دي يكون الكلام ده مفيد لاي حد بيفكر في حاجة كده ولا كده. ادينا بنتكلم وبندردش وبنقلب في الموضوع علشان كمان يبقى واضح انه الكل في مركب واحد. يعني مفيش قصة يغلب عليها الطبع الشخصي او تحليل يغلب عليه وجهة النظر الشخصية، كلها افكار ومحاولة التحليلات علشان الناس تفهم بعض شوية. يعني في حد كان بعت لي تعليق انه وده تعليق كنظرية في الحياة مهمة جدا، يعني هو وجهة نظره كده وانا اعتقد ان هي يعني فيها قدر كبير من الصحة، قايل انه ما بني على اساس غلط بيبقى اكرم له انه يتهد. طبعا دي وجهة نظر يعني ممكن تكون الفلسفة والحكمة غالبة عليها اكتر من الواقع. هو طبيعي طبعا ان المبني على اساس غلط بيكون اكرم له الهد، لكن في حتة ناقصة وهي دي اللي مدور عليها، انه كان في حكمة عند الخواجة بتقول انه مش سهل جدا انك تلاقي اسباب للطلاق، لكن المسؤولية اللي بجد انك تلاقي اسباب للاستمرار في الجواز. دول حاجتين غير بعض. لو قعدت فكرت انا ممكن هطلق ليه، هتعمل ورقة فيها 25 سبب عادي جدا. لكن لو انت فعلا عايز تكمل ومش عايز تهد، هتعمل ورقة هتقول فيها انا ليه ممكن استمر في الجواز، وتحط الاتنين قصاد بعض. ده نوع من انواع التعب المطلوب، انه انا عندي مشاكل، عندي حاجات معترض عليها، عندي حاجات ما بحبهاش، عندي حاجات فشلت ان انا اغيرها، عندي حاجات ما لهاش طعم، لكن في المقابل عندي ايه ممكن يخليني اتعب شوية علشان الكيان ده اللي هو بيكبر اللي هو في حاجة عليها القيمة يستمر.
ده نوع من انواع المراجعه او دراسات الجدوى اللي لازم تحصل كل شويه، زي كده الناس ما بتعمل مراجعه الميزانيه اخر السنه، انت لازم تقف كل شويه في اللحظات. الواحد عادي جدا، زمان كنت كتبت حاجه كان قالها لي واحد صاحبي، اللي هو انا كل يوم الصبح بصحى بفكر في الطلاق، بس على اخر النهار بكون بقيت كويس، يعني ما فيش. فدي قصه حياتي ماشيه كده، ودي قصه حياة ناس كتير. يصحى الصبح ده اللي في دماغه، بس على اخر اليوم بيكون الحاجات اللي عليها الايمان نورت، فبيخلي القرار هدي شويه. في تعليق بيقول مفيش ست بتاخد القرار ده، عادي، ده بيبقى اخر حاجه عندها بعد محاولات كتيره انها تصلح الوضع. لو المحاولات دي اتقابلت ببرود او لا مبالاه او عدم تقييم او تصرفات تخليها تكره نفسها، بتكون مضطره ان هي تهد. واللحظه دي لما بتبيع ما بتشتريش تاني ابدا، عملت اللي عليها، مفيش تقييم، فبتخلع. فانا مش معترض، واضح ان دي وجهه نظر نسائيه وانا مش معترض عليها، بس كمان انه الراجل، يعني ده كلام لو شلت منه الست وحطيت الراجل، هتلاقي نفس الكلام، انه الراجل ممكن يفضل يعمل محاولات ويصلح نفسه ويحاول يظبط الحياه ويحاول يخلي الحياه تنور، لكن ده بيقابل بعدم اهتمام، بيقابل بقله مشاعر، بيقابل بقله تقدير، بيقابل ببرود ولا مبالاه. لكن الراجل بيكون عنده القدره على الاستمرار اكتر. وقلت الكلام ده لصاحبه التعليق، انه فكره انه المنطق بتاع ان الست بتحاول ومحاولاتها دي بتحس ان المردود في قدر من البرود وعدم الاهتمام، كمان الراجل ساعات بيحاول ويكون المردود في قدر من البرود وعدم الاهتمام، لكن لما تيجي تقارن الحالتين ببعض بتلاقي ان الراجل عايز يكمل اكتر برضو من الست. فرجعت قالت لي برضو وجهة نظر حلوة قوي، قالت لي علشان الرجالة ما بتحبش تشيل مسؤولية قرار خطير زي كده، يعني الرجالة ما تحبش تشيل قرار مسؤولية الطلاق، وهي بتقول ان الست اشجع في ده، الست اشجع في ان هي تاخد القرار ده، لكن الراجل ممكن يستحمل او يطنش او يجمد البيت في حياته ويكمل علشان ما ياخدش القرار ده. لكن الستات عندها تقدر تشيل مسؤولية القرار. التعليق تاني بيقول ان الراجل غالبا بيكون محور حياته نجاحه في شغله، ده الجزء اللي قايم عليه حياته، والست محور حياتها انه تكون البيت بتاعها ناجح. فلما الست اللي عايزة تعمل بيت ناجح يكون جواه راجل فاشل، البيت كله بيبوظ. يعني ببساطة كده، هو التعليق كبير بس بالبلدي، انه البيت مهما كان كويس، مهما كانت الست عاملة اللي عليها، مهما كانت الست مجتهدة فيه، لما بيخش عليه راجل فاشل في حياته الحياة كلها بتبقى بايظة. لكن لو البيت نص نص وجواه راجل ناجح البيت بيكمل. دي وجهة نظر طبعا انا برضو شايف فيها حاجة حلوة يعني. في كمان ابتدت تجيلي افكار حلوه، في حد بعت لي بيقول ان الراجل بيهد مش بيكتب بوستات، يعني الراجل مش لسه يكتب بوستات يشجع الناس على الطلاق وبتاع، لا الراجل بيخلص على طول. في حد كمان بعت لي، حد بعت لي تعليق يعني بيقول ان الاغاني هي السبب، ان الاغاني دلوقتي ماشيه في السكه دي، انه بص يعني شكرا هو نقدر وروح، شكرا روح لامك، الاغاني كده بالذات اخر 12 البوم لانغام يعني كلهم بيتكلموا في السكه دي، اللي هو اتفضل شكرا مش عايزه والحياه جميله من غيرك، او زي غنوه سميره اللي هسمعها دلوقتي. طب يا جماعه، عشان اي تعليق جاي لي بيقول وبيشيلني كلام انا ما قلتوش، انا ما قلتش حاجه على فكره طول الحلقه، انا طول الحلقه بقرا كلام ناس، يعني حتى كمان انا قبل ما اقرا تعليقات الاصدقاء والصديقات استاذنتهم، يعني دخلنا في حوار على فيسبوك وكلمنا في النقطه دي، وكان في بتاع مثلا 120 مداخلة مثلا على الأقل، فأنا استأذنتهم يا جماعة في وجهة نظر كده لطيفة هنقلها يعني للناس، ففي أغلب الناس وافقت يعني. فاللي بيتقال ده وجهات نظر، أنا ما اخترتش حاجة أنا ضدها ولا معاها، لو تلاحظ أنا بقرأ بس بقول وجهات نظر وبقول حاجات يعني عكسها يعني، بس أنا اخترت الحاجات اللي فيها حاجة تخلي اللي بيسمع دماغه تشتغل أو يفكر أو تفرق معاه في حاجة يعني.
يعني في وجهات نظر انه ال ال انه اللي بيحصل ده ضغط اكتر من اللازم، وفي الناس بتقول ان البوستات اللي بتكتب النوع ده هي بتفش غلبها وفضفضه، وفي كلام على انه مشكله من قبل كده الاختيارات الغلط والاولويات الغلط والرهانات على حاجات غلط ما بتتكررش، وفي وجهات نظر على انه اللي بيستسهل الهد ده هو الشخص اللي ما تعبش في البيت، ما تعبش في بنا البيت. فيعني الموضوع اعتقد ان احنا ممكن يعني ابعتولي لو اللي انا بقوله النهارده ده يستاهل نتكلم فيه تاني يوم الثلاث، يا ريت تقولوا لي. لو الرساله وصلت خلاص يبقى اشوفكم على خير الحلقه الجايه نتكلم في حاجه حلوه. سلام.